الصحفية الروسية المثيرة للجدل مارينا أوفزيانكوفا تتهم بوتين بإبادة الشعب الروسي والأوكراني وتدمير المجتمع الذكوري الروسي من خلال الدعوة لعملية التعبئة العسكرية الخاصة. ففي مقطع فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام طالبت خدمة إنفاذ القانون بمحاكمة بوتين بعدما تم وضع قلادة تتبع لها ووضعها تحت الإقامة الجبرية. دعونا نتابع بعض مقالته. مسؤولو خدمة إنفاذ القانون المحترمون، ضعوا قلادة كهذه لبوتين ويجب محاكمته لإبادة الشعب الأوكراني والشعب الروسي. الصحفية الروسية التي عرفت منذ بدء الحرب في أوكرانيا والتي قامت في وقت سابق برفع لافتة كتب عليها لا للحرب أثناء بث مباشر تدعو من خلالها لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، وشاركت محتوى عن نفسها وهي تنظم مظاهرة مناهضة للحرب ضمت امرأة واحدة على جسر مقابل الكرملين. تغيب هذه المرة عن الأنظار وتهرب قبل محاكمتها بتهمة ارتكاب أعمال الشغب وتنظيم حدث عام غير مصرح به وفق القانون الروسي الذي شدد أقصى العقوبات على كل منتقد للعمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. الزوج السابق لمارينا قال إنها هربت من الإقامة الجبرية مع ابنتها، في حين أن محاميها ديمتري زاكافاتوف قال إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم المتداولة. الصحفية الروسية والتي تم تغريمها في وقت سابق بمبلغ 820 دولار بسبب مقطع فيديو تم تسجيله انتقدت فيه الدفاع الروسي تواجه حكما بالحبس والسجن لمدة 10 سنوات. فقالت التي ولدت في أوديسا من أب أوكراني وأم روسية إنها شعرت بالخجل من عملها في القناة الأولى والتي تروج بشكل فعال لدعاية الكرملين من وجهة نظرها.